والله كنا قاعدين في الدار وفجأة واحدة صار عندنا خبط قذايف و16 وحزمات ناري. صبرنا لتاني يوم اللي احنا لقينا الدبابات عند الداخلية. وانت يعني عارف يعني الحياة عندنا مأساة كتير، والله فلسطين غالي وبدها تضحية كتير. دار اختي راحت، دار اهلي راحت، دار اختي الثانيه راحت، دار اختي الثانيه دار راحت، رغم انك بدنا نحط خيمه فوق الدمار هذا ونعيش هين. حسبنا الله وانت النعم الوكيل. بس ايه الذنب الشعب الفلسطيني يصير في زي هيك؟ وين العرب؟ وين المسلمين؟ فيش اسلام؟ وين بالضبط؟ لما احنا دورنا نرجع نلاقي دورنا ولا حاجه، ولا نلاقي اواعي نلبسهم الا ثلاث اسابيع في نفس الاواعي بالضبط. هم من وين نجي؟ ولا مال ولا بيت ولا شيء. Thank you.